إذن لكم تحية مشاهدينا الكرام متابعي ضربة حرة، أتواصل معكم في هذه الحلقة، وكذلك أيضا أسعد أن يكون معي واحد من الصحفيين الشباب الذين صعدوا في سماء الصحافة بشكل سريع، وواحد من الأسماء اللامعة على مستوى الشباب في الصحافة الرياضية، طاهر صالح الصحفي بصحيفة جون. مرحبا بك ومنور ضربة حرة. أهلا ومرحبا بك الزميل النظير بابكر، ومرحبا بالمشاهد الكريم، وأنا سعيد كل سعادة. كل السعادة كذلك. طيب طاهر صالح، خلينا نبدأ معك بموضوع الجمهور. احتمال انه الياس يقابل الاهلي المصري في المباراه القادمه، هو خسر المباراه الاولى امام صن داونز، سيقابل الان اقوى الفرق في المجموعه ان لم يكن الاقوى في كل المجموعات وعلى الاطلاق، والقادم من كاس العالم للانديه مركز ثالث، فوز على الهلال السعودي 4-0. ما اظن انفخ الاهلي المصري، لكن الهلال اقوى بجمهور. يعني الان الخبر الوارد قبل قليل انه السلطات الصحيه صدقت الهلال بحضور 25,000 مشجع، لكن سؤال هل الاتحاد الافريقي حيوافق حتى لو ب 5,000 مشجع؟ بكل تأكيد، لكن بما أن المغام مغام الهلال، دعنا أول نهنئ الهلال بالعيد 92 على تأسيس النادي العريق إن شاء الله، ونتمنى أن العيد 92 يشهد تتويج الهلال بالأميرة السمراء إن شاء الله. على مستوى الجمهور، حضور الجماهير وما إلى ذلك، السلطات الصحية أكدت أنه حضور 25,000، ده كان طلب من نادي الهلال للسلطات الصحية المحلية، ولكن الحل بيبقى كله أنه على مستوى الكاف، هل الكاف حيوافق؟ وهذه إشكال كبير، لكن نرجو أنه الاستعجال من قبل الاتحاد المحلي أي الاتحاد السوداني ومع الهلال انه يوحدوا خطابا للاتحاد الافريقي، باعتبار ان الهلال يستفيد من جماهيره، لانه جماهير ملح كرة القدم. الهلال دائما قوي بجماهيره، قوي على ملعبه. نعم قوة الاهلي المصري وما الى ذلك، لكن الهلال سبق ان تفوق على الاهلي المصري، مع كامل احترام للاهلي المصري بالثلاثيه هنا. واخر مباراة كان التعادل بين الفريقين على ما اعتقد، واخر مباراة كانت الاهلي في كلية حربية بهدف الجاس الشهير أكيد في مصر حتى يعني أكيد. لكن على مستوى يعني مباراة الهلال في استاده كان قوة في جماهير بالزلزل الملعب من تحت أقدام الخصوم، ولكن يقول إنه الأهمية كبيرة جدا إنه الحضور الجماهيري، وافتقد الهلال لمدة موسمين على ما أعتقد للتواجد الجماهيري، لو كان لكورونا قبل كان 5 أو 3 مباريات بالعقوبة الأخيرة كانت أمام الأهلي المصري ذاتها. أنا أتمنى إنه يعني دي تكون مباراة الأهلي المصري الجاية حضور الجماهير ككل، 25,000 مشجع ده حيصنع فارق كبير، لكن في النهاية إن الناس تنتظر قرار الكاف، وزي ما قلت لك قرار الكاف يرجو إنه يكون في ضغط كبير بالنسبة لنادي الهلال بمخاطبات الكاف وتأكيد على مع الاتحاد السوداني والإثبات بالاستراتات الصحية إنه كله في السليم، زائد إنه تطبيق الاستراتات الصحية زي ما مجلس إدارة نادي الهلال اتغلب على ترميم الملعب وأصبح جاهز مؤهل لمواصفات الكاف. لأن تقريبا دي كانت برضو واحد من شروط الدخول، من شروط الدخول إنه حماس إدارة ذكر إنه كل الشروط مكتملة إلا الإضاءة، بس ما في مشكلة إلا الإضاءة لأن حتلعب مباراة عصرا أصلا. اكتملت يعني كلها. الإضاءة طبعا كله اكتملت، عدل الإضاءة كله اكتملت الآن، وكل الاشتراطات منتهية تمام، اكتملت في الاشتراطات الصحية زي ما ذكرت لك، وأدت الأوك الخط الأخضر من قبل السلطات المحلية، لكن نتمنى أنه يكون في ضغط كبير على الكاف وإجازة الخطاب الأخير حتى يعني يلعب الهلال على ملعبه وسط جماهيره في المباراة الكبيرة، تعتبر مباراة الأهلي المصري مباراة الاتجاه الواحد يعني، فلا لا خيار سوى الانتصار للهلال. نعم، على أثر الجمهور طاهر صالح، شاهدنا الفيديو الأخير لألتراس، الفيديو اللي كان يعني هز مشاعر كل الأهلة وهو بيحضروا لمباراة الهلال صن داونز، والهلال يلعب في جنوب أفريقيا، فبارك حتى لو لم يتم أتمنى يتم الموافقة، لو لم يتم الموافقة لدخول جمهور في ملعب الجوهرة الزرقاء في مباراة الهلال، أنا ترى أن الجمهور يكون له دور من خارج الملعب قبل دخول اللاعبين. بكل تأكيد، حتى الألتراس يعني التحية لهم رفعوا شعار يعني القلب الجسد هنا والقلب هناك في جنوب أفريقيا في المباراة الأخيرة، وده كان الدفعة المعنوية الكبيرة بالنسبة للهلال، لعب مباراة كبيرة جدا باعتبار أن السوشيال ميديا سهل كل المهام التواصل على لو اختلفت الدول أو اختلفت المسافات. أكيد أكيد حيكون في ضغط كبير، وشاهدنا المباريات الفاتت، المباريات الأفريقية الهلال لعبها من خارج جمهور، كان في جماهير ترابط خارج النادي بشاشات كبيرة بتحضر مباراة بتتفاعل وتشعل الأعيرة النارية، كان لها تشجيع كبير جدا لنادي الهلال، وانفعالاتها كله يعني كل خطورة وكل تسديدة لنجوم الهلال داخل أرضية الميدان، فأكيد حيكون لها دفع كبير بالنسبة لنجوم الهلال. في جزئية مهمة جدا التنصائح خلينا نركز عليها، يعني لا يختلف اثنان على قيمة الأهلي المصري، لكن كذلك في النهاية
الهلال عنده قيمة كبيرة، وفريق يعني الفريق الذي دائما ما يقال على الأهلي بقوة، يعني الأهلي نفسه لا يخشى إلا الهلال على فكرة يعني في افريقيا. والدليل انه زي ما ذكرت قبل قليل لحظه المباراه الاخيره التي عوقب فيها جمهور الهلال من الدخول للملعب، التعادل 1-1، وكان المنافسه على الترشح بين الهلال والاهلي. لو كان الهلال احرز هدف ثاني، الهدف كان ملغي، كان الهلال سيترشح والاهلي سيغادر. وحتى بعد تتويج الاهلي بالبطوله على استاد الزمالك المصري، ذكر الخطيب وكل لاعبي الاهلي انه اصعب مباراه كانت مباراه الهلال. ده بيدينا كمان انه الخطاب الاعلامي من جمهور من اعلام الهلال الفتره القادمه في الايام القادمه، خصوصا بعد ما شاهدناه مباراه صن داونز والاثار السلبيه لبعض التعليقات او بعض اللاعبين محمد عبد الرحمن وفيري وغيره، هل ترى انه مطلوب خطاب اعلامي محدد من اعلام الهلال؟ انا خلينا نبدا لك بالنقطه الاخيره بالنسبه لمباراه صن داونز، بس نعم. والنقد الموجود اكيد النقد الموجود، لكن لم يكن نقد على النادي بطريقه سليمه بكل تاكيد. كان عبد الرحمن لاول مره، الهلال لاول مره، خلينا من العناصر 1-2-3 نعم. لكن يعني نحكم بالكل، الهلال لاول مره امام فريق كبير جدا بيلعب مباراه كبيره، الاستحواذ كان حوالي 65%، فدي حاجه كبيره جدا. الهلال كان يعني بيقرا ثلث الملعب، بيمشي بيصل ال 18 للدقيقه 93 الهدف الالقي عن طريق البكسواني جوشو، ولا غبار عليه، هدف صحيح يعني نعم. ولكن يعني لحاجته في نفس الحكم دي افريقيا يعني نعم. يتقبل الهلال الخساره، لكن الهلال لم يكن سيئا على الاطلاق. وبعدين الحكم المدرب ما مهم انه يقول له جيب الجون، لكن هو بيوصلك طريقه لعبه انك انت بتصل لمراحل معينه. نجوم الهلال كانوا على العال بعد التفاصيل البسيطه، قسم ظهر الفريق خسر النتيجه، لكن دي ما نهايه المطاف، دي البدايه، بيستفيد من الاخطاء الجايه، اكيد حيكون في دفع كبير. انا اتمنى انه بيكون يعني النقد اتجاههم كده ما يكون نقد يعني خارج كده بالنسبه له، يكون نقد بناء، لانه الهلال فريق كبير، نجوم الهلال جيدا، حيسطروا اسماء بأحرف من نور، باعتبار لان النتائج اهم بالنسبه لنا مننا احنا كاعلاميين ولا كجمهور، لانهم بيعرفوا انه بيعملوا في شنو نعم. فنتمنى ان مباراه الهلال تكون كبيره جدا، لكن في حاجه وحيده انه غايب عن الانديه السودانيه عموما العامل النفسي او المعد النفسي اللي احنا ما عندنا له، ودي بتفوق علينا الانديه شمال افريقيا. بالنسبه لمباراه الاهلي المصري، الاهلي فريق كبير، والنبارك لانه الثالث على مستوى العالم المره الثانيه على التوالي، فده انجاز كبير جدا، فلا ينكر الا جاحد نعم. لكن تبدا مباراتنا مع الاهلي المصري من احترامنا للاهلي فريق كبير، الهلال برضو اكبر، الهلال عنده دوافع، الهلال وراه جمهور كبير، الهلال بحاول بيسأل للانجاز الغاري زي ما وصل الاهلي في مرات عديده جدا، ودي تبدا نقطه انطلاقنا ونجاحنا من اللبنه الاساسيه مباراه الجمعه المقبله ان شاء الله، باحترام الخصم، بناء الهجمات، معرفه عوامل القوه والضعف، عندنا محلل اداء فابي شاطر جدا واكيد بيكون قرا الخصم جيدا، والاهلي كتاب مفتوح، يعني الجمهور بيعرف ان الاهلي بيلعب بهذه الطريقه، ما الى ذلك حتى لو لاحظت ان المنظومه كبيره جدا عندها 30 لاعب ما بيتاثروا مع انشغال المنتخب المصري في البطوله الافريقيه الاخ النزير، لاحظت انه الاهلي المصري يعني غامر بطولة الكاس المحلية، واللي تعادل في مباراتين المقابلين الإسماعيلي المصري وذهب وغامر، كانت المغامرة خارجيا وفي كاس العالم الأندية وصل للتوالد للمركز الثالث، فدي حاجة كبيرة بتديك دليل انه الخصم ليس سهلا، الفريق ما سهل، الفريق ما سهل، الهلال ايضا ليس سهل ان شاء الله، الهلال بطموحه بعزيمته بإرادته بالجهاز الفني بحنكة اللاعبين فقادر على تقديم المطلوب ان شاء الله. وزي ما قلت لك يا مباراة النصر مباراة الاتجاه الواحد 3 نقاط، انت تقدر تمشي قدام تكسب نقاط الارض اول 9 نقاط، وبعد ذلك بتفكر انك تجيب 3 نقاط من خارج اضعف الايمان نقطه واحده، انت تمشي تمام. والان شفت صن داونز، شفت في جنوب افريقيا الهلال قادر على التفوق عليه ان شاء الله. نعم ان شاء الله باذن الله. طيب انا كثير هذا القدر في الحديث عن الهلال، حاول معك كمان كصحفي مليم على الدوري الممتاز، ويمكن الهلال لم يصل حتى الان في الدوري الممتاز، وظهر على المستوى الافريقي بشكل جيد زي ما ذكرت، لكن بعد نهايه الجوله الثانيه بفارق الصداره 6 نقاط، وخلفه هلال وبي 6 نقاط بفارق الاهداف، الاهلي شندي الثالث برصيد 4 نقاط وخلفه حي الوادي برصيد 3 نقاط، واحتلت المراكز من الخامس حتى الثامن 4 فرق برصيد 2 بفارق الاهداف على التوالي، هي كوبر وتوتي والهلال الفاشر ونوباوي أمدرمان، واحتلت 7 فرق في المركز من 9 إلى 15 برصيد 1، هي شوط القضارف والامل عضبه والاهلي مروي وحي العرب بور سودان والاهلي خرطوم والخرطوم الوطني الهلال الساحل، ولم يخوض الهلال اي مباراه حتى الان. في تباين ما بين الجوله الاولى والجوله الثانيه، وان كان الجوله الثانيه 7 مباريات نشاهد فيها 3 انتصارات والبقيه 4 مباريات تعادل، مع اختلاف طفيف في عدد الاهداف 14 هدف في الجوله الثانيه، ارتفاع نسبه الاهداف. ارتفاع نسبه الاهداف، لكن عفوا يمكن انبه لك من البدايه اصلا النسخه الحاليه الناس استبشرت خير، انه رفعت شعار التغيير انه حيكون الدوري غير برعايه كريمه من شركه بلوكا المصريه، لكن لم تكن المستوى المطلوب، شاهدنا الافتتاح من ملعب الجبل، الافتتاح لم يكن بيرقى
الدوري السوداني الممتاز كان باهت جدا. على نجي على مستوى الرعايه ما في بس للجوله الثالثه، فهذه دي حاجه يعني بالنسبه للخصم من الدوري السوداني في جانب تسويقي للاعبين للمدربين جانب ارشيف وفي تسويق، لانه نحن في عهد التسويق وشفنا انه الاحتراف يعني الانديه الخارجيه فتحت ابواب للاعب السوداني وما عندنا جانب تسويقي بالنسبه للسودان، فدي كان عله كبيره جدا على مستوى على مستوى الشركه والاتحاد السوداني كره القدم. اتمنى انه والان بنسمع انه على حسب المصادر الخاصه في اشكاليه بسيطه، حتى الان العقد لم يوقع بالصفه الرسميه بين كابتن البلو والاتحاد السوداني، برجع بس الدوري الممتاز، فده اشكال كبير جدا للموسم للجوله الثالثه على التوالي. اتمنى الجوله الثالثه حيكون في حل لهذه المعضله، انه لو ما في طريقه بيرجعوا القنوات اللي كان بتنقل زمان، اقول لك بيولد بتفتح لاي قناه من حقها تنقل المباراه اللي عايزها، فانا شايف دي حاجه سليمه. ايوه عرض للجميع اكيد، على الاقل حتى يتم النقل بشكل رسمي. ايوه اكيد يتم بصوره رسميه، ولا لاحظ انه الجمهور محروم لهم يسمين من متابعه الفريق، بعدين انك تنقل الدوري على اربع مدن، فهذا في برضه في اشكال كبير جدا. تخيل هذا ده المصعب على انه ده المصعب على النقل على الجمهور ما يقدر يتابع، فهذه الاشكال يعني كان نظام الذهاب والاياب نظام قديم، انا كان شايف انه افضل من كل النواحي، يعني من انك واحد ان الغنم بتعرف انه حتنقل شنو. لو جينا على مستويات زي ما قلت مستويات متباينه جدا، ولو لاحظنا انه في ارتفاع في الريتم من الجوله الثانيه، ولكن لاحظنا انه يعني انه المريخ بالبدلاء يحقق انه يحقق انتصارين على التوالي، بيصعد لصداره المجموعه في تباين، على الرغم انه في انديه بدات اعداد مبكر زي الخرطوم الوطني، لكن شفنا انه في ضروب كبيره على مستوى بنقطه وحيده، واتلقى هزيمه قاسيه جدا من الخرطوم من المريخ، وده بيودينا انه عنده عناصر جيده جدا، مجلس اداره جديد كان ترشح الجمعية العموميه الاخيره، استبشر الناس كلها استبشرت انه حيكون حصان الاسد لهذه النسخه، لكن شفنا في ظروف في على مستوى نتيجه الخرطوم الوطني في المباراتين السابقتين. وعلى مستوى الاهداف شفنا انه يعني في ميلاد نجم جديد جزول النح باربع اهداف، هو جديد قديم يعني غريب قديم اكيد وصغير، يعني ممكن تقول اصغر لاعب بيحرز الهاتريك في النسخه الحاليه. نعم. وانا شايف انه يعني بدل التطبيل عليه و مقارنته بإيداهور البدت من جانب الإعلام، نشوف إنه تخفيف عليه، لأنه في النهاية إنه ضغط الإعلام مشكلة كبيرة في كم من الأسماء. خصوصا لاعب منتخب كمان. أكيد في كم لاعب أطلق على الغاب اللاعب السابقين وما شفنا لهم هي نجاح في السنوات الثلاث، فهذه الإشكال كبير جدا إنه تخفيف عليه، إنه هو يعني ميلاد مهاجم يرجى منه الكثير على مستوى الكره السودانيه عموما. نعم، وطبعا خلف يوسف ست لاعب هلال الوليد بهدفين ركلتي جزاء طبعا بثلاث اهداف يعني عمل في الجوله امبارح سجل جول. نعم ثلاث اهداف يعني لسه المستوى. طيب خلينا نمشي معك لموضوع الرعايه نرجع شوي، لانه موضوع مهم وده حديث الساحه الرياضيه وكل الرياضيين في السودان عدم بث الدوري الممتاز. ذكرت انه في مشكله في التوقيع العقد ما بين الشركه المصريه الراعيه والاتحاد السوداني. طيب ما الخبر طلع اول انه الاتحاد وقع مع الشركه المصريه، لكن لم توقع الشركه المصريه مع قناه ناقل، يعني المشكله كلها بالاشاره. هذه الاشكال كلها، المشكله ما في الشركه المصريه وقع مع الاتحاد السوداني، الموضوع منتهي تخيل لي، لكن الموضوع الان في التوقيع ما بين القناه الناقله والشركه الراعيه. اكيد في افتتاح القرعه في احتفال القرعه في نادي النيل، اكد انه السيد الرئيس الاتحاد المكلف طه فكي اكد انه غانا السودانيه 24 حتكون الناقل الرسمي لبطوله الدوري الممتاز، وبدل ما حصل يعني ده اشكال، انه بوريك انه الجماعه خلاص كملوا الشغل، انه غانا السودانيه 24 حتنقل المباراه على غير العاده كانت غانات الملاعب الرياضيه في السنين السابقه، وبدل ما حصل في برامج رعايه اخرى، وفي مؤتمر اعلامي بتاع التسليم والتسلم برضه ذكروا انه قالوا الاتحاد السوداني كل حقوقه للغناء المصرية باعتباره خلاص ما هو العقد بالاتحاد بالاتحاد الشركة في شروط انه الشركة الراعية هي تسوق الدوري بتجلس مع الغنوات. نعم، ولكن ما شفناه كان عنده جولة على عدد من الغنوات اللي هي مقدمة الأخيرة كانت التلفزيون القومي، فانبهروا بالحاجه الموجوده في التلفزيون القومي، اتاكدوا انه على يعني على مستوى الامكانيات الكبيره عربات نقل وما الى ذلك قد يكون 80% حيكون العقد مع التلفزيون القومي. ده كان قبل بعد الجوله الاولى فما حدث اي خطوه. شفنا انه المندوب الشركه انه غادر للقاهره ولم ياتي بعد في تصريحات اخيره. طيب هل تصريحات حلية ممكن يكون في تصريحات في قناه مصريه مثلا؟ انا سمعت كلام هذا والله ما معروفة، على حسب رفع الإشارة، لكن على حسب الاتفاق إنه بتصل للشركة الراعية. شفنا إنه كان في هم ذكروا في تصريحات أخيرة نفوا إنه نفوا شراكته من الاتحاد السوداني، لكن أكدوا في مشاكل بسيطة جدا في العقد
عشان كده ما وقع العقد التصريحي كاملا. نعم. فدي تصريح في تصريح اخير دخل تصريح اكيد. فنحن تتحل المشكلة دي. تتحل المشكلة مشكلة يعني نزل راجعنا للدور السوداني. الدور السوداني الذي دور عريق جدا. كل الدوريات عندنا الكرة الرسمية عندها اللوجو بتاعت الرعاية وعند الشعار وعند المجسم البطولة اللي حتبدأ بها يعني كل دوريات العالم. الأسيوبي القريب عندنا مجسم بتاع البطولة عند الكرة الرسمية بتقدم لك عند شعار عند حاجات الرسمية قبل افتتاح البطولة يكون الناس عارفة إنه الغناء حتنقل منه الكرة نوع شنو والمجسم الكاس حيكون شنو. لكن احنا بنسمع انه نهايه المطاف نهايه الدوري انه يقول لك رجل الاعمال او الرياضي المطبوع اتبرع بكاس من دبي ولا كاس من وين حيكون لتتويج لبطل الدوري. كان صار انه في مشاكل في تنظيم الدوري الممتاز حتى من وجهه التغيير الحالي في التحسس الثاني. والله احنا المشاكل دي من بدينا لكن نتمنى انه المشاكل ما قالوا في دوري من غير شكاوي ده طاح في كده اكيد رفع شعار الدوري. نعم. من غير شكاوي لكن شفنا انه المشاكل بدات مبكرا بيان من اول شكوى جمهور السودان كل المشاكل اكيد بطس. اكيد وبيان من نادي توتي تكلم انه عن مشكله انه ما عنده المشاكل الماليه اكيد انه يواصل البطوله فده كان اشكال كبير. نتمنى انه المشاكل دي كلها تندثر الاتحاد يلتفت للحاجات دي ويعالجها في انها الجمهور يعني الحاجه الوحيده في البلد اللي احنا بنعتبرها بتنفس فيها كره القدم. نعم. فنتمنى انه يعني تنقشع ازمه البث ما بين الاتحاد والشركه الراعيه والقنوات والمشاهد الكريم انه يعني بيستمتع ببطوله الدوري الممتاز ان شاء الله. طاهر صالح الصحفي الرياضي المميز شكرا لك على وجودك معنا اليوم حديثك عن جانب الهلال قبل مباراه الاهلي وكذلك عن الدوري الممتاز. شكرا سعيد جدا. شكرا جزيلا واكيد يعني انتظار بث الدوري الممتاز الذي يتوق اليه كل الجماهير في شعبنا او جماهير شعبنا الكريم في السودان. ولكن يعني تبقى واحد من الاشياء المظلمه جدا في الكره السودانيه عدم بث الدوري حتى الان رغم الاجتهادات الكبيره للشركه المصريه للحصول على قافله لهذا الدوري. ودي اكيد معضله كبيره تتاثر بها الكره السودانيه زي ما ذكر الطاهر صالح من خلال التسويق ومن خلال كذلك ايضا الارشيف لهذه المباريات المهمه التي قد تكون مفيده في جوانب كثيره. فاصل قصير بعده فقره اخيره من ضربه حره في هذا اليوم.